مشهد من مشاهد يوم القيامة، اللي بيصلي هيشوفه مشهد كرامة وعزة، واللي مش بيصلي هيخاف من المشهد ده وممكن يراجع نفسه. ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى أنه يحكي المشاهد الجلالية المهيبة يوم القيامة يحكي لنا في الدنيا، علشان كل واحد يتمنى أنه في المشهد الجلالي المهيب ده يبقى مرحوم ومعطوف عليه من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيقول: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. بعد انتهاء شدة يوم القيامة واللي عبر عنها في اللغة العربية يوم يكشف عن ساق، سيدنا ابن عباس يقول يعني عن شدة يوم القيامة، فجأة يأذن المؤذن في أرض المحشر ويدعى الناس للصلاة كما كانوا يدعون في الدنيا، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر. فالمؤمنين الموحدين كعادتهم في الدنيا يسجدوا بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى ويصلوا ويركعوا ويقرأوا القرآن بمنتهى السلاسة والإقبال والحب كما كانوا في الدنيا، أو حتى يفعلوها من باب الطاعة، لأن كثير من الموحدين كانوا يسمعوا المؤذن فلا يشعروا بالخشوع، لكنهم عارفين مقامتهم كعباد، فيروح يصلي حتى لو مش حاسس، لكنه مش عبد الإحساس، هو عبد ربنا، فيصلي بدون إحساس وهو ساجد يطلب من ربنا أنه يمن عليه بالخشوع والإقبال والإحساس بالقرب من ربنا سبحانه وتعالى. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، فيصلي المؤمنين الموحدين، أما الناس التانية فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يسلب من أجساد الآخرين قدرتهم على التحكم فيها. هم كانوا متحكمين فيها في الدنيا، فكانوا بيحجزوها عن الإقبال على ربنا سبحانه وتعالى. جسم الإنسان بيحن لربنا وقت الصلاة، لكن ربنا أذن إن أنا اللي أتحكم في جسمي، فلا يقوم إلا إذا جاءت الإشارة من القلب والعقل. فالإنسان يوم القيامة اللي كان معرض عن ربنا سبحانه وتعالى يسلب منه التحكم في جسده، ويبدأ يمر عليه ذكريات الأمان والنعمة والرحمة اللي كان عايش فيها وهو بيسمع: حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر، لا إله إلا الله. وتنقلب ذكريات الأمان دي لذكريات حزن وخوف ومذلة، وهو مش قادر يسجد مع الصالحين الموحدين، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. هو مشهد جلالي ومشهد عظيم، وقد يكون على البعض مشهد مخيف، لكن رب العالمين الرؤوف الرحيم بيذكره في القرآن، نتلوه في الدنيا دلوقتي في رسالته عن الصلاة، عشان كل واحد يشتهي ويتمنى لما يؤذن مؤذن يوم القيامة يبقى ساجد خاضع بين يدي الله، فيرجع للدنيا ويستجيب للنداء ويدخل في حضرة الرحمن. رسالة من الله.